هروح انا اشيل استلم اللحمه من الرزيفي. ماشي يا خالد، بس ما تتاخرش عليا. حاضر. صباح الخير. صباح الخير يا مريم. صباح النور. انا عايزه طبق كريم كراميل من ايدك. حاضر. بسرعه بقى يا شيف، انا مستنياك هنا. انا مستنياك. انا اسف ان انا فاجئت سيادتك، بس صدقني انا مش هلاقي حد احسن منك علشان انا اسمك. يا مستر باسيوني، انا مش عايز ارد عليك النهارده، النهارده الكلام بفلوس، انت فاهم؟ هاتشي! ايه ده؟ انت بتعطس وانت بتقلب الاكل؟ عندك خص! النهارده ايه؟ عندك خص! عندك خص عشان السلطة، عايزين سلطة كتير قوي. هو حضرتك عطست من شوية؟ ده شوية برد كده بسيطة. لا ألف سلام عليك، ده أنت بقى تاخد أجازة أسبوعين بقى تريح خالص مع دفعات الأجر، ما تكفش. ربنا يخليك لينا وسيم بيه. امسك ده كورس كامل. ربنا يخليك. كورس كامل هيكفي، خد البصل ده كمان. وأنت ماشي خد معاك كرتونتين برتقال، أعصر بقى وكده. بعد إذنك. أنا مش قادر بس يوني، مش قادر، مش قادر. استنى! يرحمكم الله. يرحمكم الله بعد إذنكم. خد الصبر. شفاكم شفاكم الله. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. مين يصدق شيال الشنط ده كان مثبت بنك وفوت 2.5 مليون؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبن عليا يا جميل؟ ثواب ولا عايز تضيع لنا الثواب زي ما فوتت لنا ال 2.5 مليون؟ ال 2.5 دول كانوا فلوس حرام، وانا مستحيل اقبل على نفسي فلوس حرام. يا سلام، الله على الضمير يا اخي. لا تبس يا فندم، انا مستحيل اخد من ايد ما نعلمهاش يا باشا. شكرا. طب ما التبس ده فلوس حلال، ما خدتوش ليه؟ ولا انت عايز تجنني؟ انا مستحيل اقبل على نفسي فلوس حلال. انا مش عارف ان ايه اللي جرالي يا جميل. هواسين بقى، انا مش فاهمك والله العظيم. ثلاثه يعني، لا عايز تاخد التبس ولا عايز تسرق البنك، يعني لا عايز ترحم ولا عايز تنزل رحمه ربنا. انا مش فاهمك يا اخي. انا وسيم السريتي يا جميل. انت عايز وسيم السريتي ياخد تبس؟ هو كان في اي حد في الفندق ده يستجري انه ياخد تيبس وانا المدير بتاعه؟ اديك قلتها، وانت مديره دلوقتي. انت حته بولمان. بولمان يا حمار. شيال يعني، يعني تحمد ربنا وتاخد التيبس بدل ما كنت تفوت ال 2 مليون جنيه ودلوقتي بقيت مذلول. مين ده اللي يتذل يا متخلف انت؟ متخلف؟ وسيم، انت رصيدك خلص معايا. مستر وسيم يا حيوان. اهو الحيوان ده عايز فلوسه بدل ما يوديك في داهيه. مالكش فلوس عندي. من غير تفتفه. هتفتف في راحتي. انا عايز فلوسي بدل ما يوديك في داهيه. تودي مين في داهيه يا حيوان؟ يا محسن انت. ايه ده؟ انت سمعت اللي انا سمعته؟ في حاجه اتكسرت. قوي. ورحنا في داهيه. قوي. قوي. الله يخرب بيكم. ايه اللي عملتوه ده؟ كسرت الطقم السنين في الشنطه؟ مفيش مشكلة يا فندم، نلزقه بأمير. أنا عايز المدير. وسيم بجد أنا زهقت منك. أنت عارف أنت بقيت إيه؟ أنت بقيت مثال للموظف المنحدر. مستر مالك لو سمحت إديني فرصة تانية. فرصة تانية؟ عارف يا ولد أنا إيه اللي حاسس في نفسي قوي وقاهرني من جوه؟ إن أنا حكيت لولادي كتير قوي عن إنجازاتك وبطولاتك، لدرجة إن أشرخت بنتي عملت لك تمثال، حطت وشك على جسم سوبرمان. أنا؟ وشي على جسم سوبرمان؟ والتمثال اتكسر. لأن جسم سوبرمان ما قدرش يستحمل وشك. يا خسارة، أنا بجد بجد متحطم. أنت إزاي يا ولد تعمل كده في جيست؟ يا مستر مالك، طب أعمل إيه يا فندم؟ يعني هو في جيست يجيب معاه طقم صيني وهو جاي أوتيل؟ يعني هل ده منطقي؟ هل ده يعقل يعني؟ يعمل اللي هو عايزه. الجيست دايماً على الحق، ولا أنت نسيت الرولز؟ أوعى تفتكر إن أنا مندهش باللي أنت عملته ده؟ لا، أنا شفت كتير. ده أنا جايبها من تحت. أنا اللي هنزل، أنا اللي جايبها من تحت، أنا جايبها من تحت قوي. أنت عارف يا ولد وأنا في سنك، مرة جيست جالي حاطط أنتريه في شنطته. أنتريه؟ مش أنتريه، أنتريه قوي، اتنين فوتيه وأباجورتين وترابيزة. حتى أنا اندهشت، قلت له أمال فين الكنب عشان يكمل الطقم؟ قال لي الحقيقة الشنطة ما شالتهاش. يا مستر مالك بقى كفاية فاتي علينا بقى لو سمحت. يا خسارة، حقيقي يا خسارة. مس إسراء، عقاب البيه ده ايه؟ حسب قوانين الاوتيل اللي عمله وسيم يستحق الرفض، بس نظر لتاريخ مستر وسيم الكبير في انه بنى الاوتيل. انتهى. وسيم انت مرفوض. ايه؟ مرفوض.